قواعد أسلوب الحياة الصحي والتغذية السليمة خلال مرحلة الطفولة والمراهقة على النمو بشكل سليم. وغالباً ما يأكل الأطفال كميات كافية من الطعام، ولكن نوعية الطعام تكون منخفضة القيمة الغذائية بسبب قلة العناصر الغذائية المهمة لنمو العظام والجسم فيها، مثل فيتامين د والكالسيوم. يؤثر عدم النوم لساعات كافية بشكل متكرر ومنتظم خلال فترة المراهقة على هرمون النمو، حيث أن الجسم يفرز هرمون النمو أثناء فترة النوم. كما أن هناك بعض الأشخاص يلجأون إلى حلول أكثر تطرفاً كإطالة عظام الساق السفلى أو العلاج بهرمون النمو الذي يمكن أن يساعد في زيادة الطول عند الأطفال الذين يعانون من عدم النمو بشكل صحيح، لكن فوائده غير مرجحة عند البالغين. وإذا رغب الشخص بأن يكون أطول، فإن أفضل شيء يمكنه القيام به هو قبوله لطوله الحالي والتركيز على نقاط القوة والصفات الجيدة الموجودة عنده، وإدراك أن الطول ليس كل شيء، حيث أن الحصول على السعادة والنجاح غير مرتبط بالطول. ويمكن أن يؤدي رفع الأثقال إلى ضغط طفيف على أقراص العمود الفقري عند البالغين، وهذا الضغط يمكن أن يحدث كذلك خلال الأنشطة اليومية العادية بعض زيادة في الطول ولكن قليل جدا. وبما أن صفائح النمو في مرحلة البلوغ مغلقة وقوية، لذا فإن خطر حدوث أضرار في صفائح النمو ليس مصدر قلق كبير. أما قبل سن البلوغ فإن غضاريف صفائح النمو تكون أضعف من العظام خلال هذه المرحلة، ويمكن أن تؤدي إصابات أقراص العمود الفقري إلى انخفاض بسيط في الطول. كما أن ممارسة بعض أنواع الرياضة بما في ذلك رفع الأثقال لن يؤثر بشكل سلبي على زيادة الطول قبل أو أثناء مرحلة البلوغ، وتعتبر رياضة رفع الأثقال آمنة لجميع الأعمار عند وجود الإشراف والتوجيه السليمين، حيث أن الأسباب الرئيسية لإصابات رفع الأثقال هي عدم وجود الإشراف أو الاستخدام غير السليم للمعدات. لذلك اليوم سوف نتعرف هل فعلا التمارين الرياضية ممكن أن تزيد من طول القامة أم لا؟